على الرغم من التماسها المباشر مع حياة المواطنين، إلا أنها قد تتوقف عن العمل في أي لحظة أو قد تكون توقفت من الأساس. مطاحن الحنطة في بغداد وبسبب انقطاع مستحقاتها من قبل وزارة التجارة ترتبت على أصحابها خسائر مادية كبيرة. من الأمور التي أثيرت في هذه الأيام موضوع التوقف الذي صدر بالإجماع عن رابطة المطاحن العراقية وتحديدا من أصحاب المطاحن الذين يمثلون 97% من أصل المنتج الوطني لمادة الطحين في العراق، و 3% تمثلها مطاحن الدولة. ونظرا لاستمرار الدائرة المختصة وهي دائرة تصنيع الحبوب في عدم الاستجابة للمناشدات والمطالبات من أصحاب المطاحن بضرورة إعادة النظر بما تم التعاقد عليه منذ العام 2008 ولغاية الآن. رفع الحوافز وتقديم التسهيلات وزيادة عدد إنتاج المعامل هو ما طالب به الطحانون، فبدون الحوافز وتسهيلات العمل لا يمكن تحقيق عملية إنتاج من غير أن تحدث خسائر مادية لأصحاب هذه المعامل. مورس بحقنا يعني الاضطهاد بمعنى الكلمة يعني، ويعني راح نعلق عملنا لحين تحقيق مطالبنا، ومطالبنا هي بأنه تنشال من عندنا النخالة 13% وزيادة الدعم 30 دولار على الطن، ويكون الحصص 12 حصة بدل من 8 حصص. الخسائر الآن دا نشتغل كلها بخسارة، وهذا اللي السبب الرئيسي اللي خلانا انه نتوقف، لأنه نطالب مصالحنا. أولا شوائب، نسبة الشوائب يطلون إياها، زيادة الدعم، الأجور الطحن زيادة، النقطة الثالثة فلوس النخالة اللي نطلب بها من 2014 مليارات للناس وما ينطوها إياهم. فهذا الأسباب الرئيسية اللي خلتنا نوقف. فترات طويلة عمل بها أصحاب المطاحن في بغداد وهم في جدولة الخسارة على حد قولهم، حتى أصبح الأمر تراكمي لا يمكن معالجته إلا بالتدخلات الحكومية. أصحاب المطاحن يلوحون بالتوقف عن العمل ما لم تقدم وزارة التجارة تسهيلات العمل والمستحقات التي قطعت عنهم من دون مبرر. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.